بسم الله. درس المرة اسمه localization. الغرض بيه ان احنا طبعا اللغات احنا طبعا الماب، لو انا بصينا كده على الدرس localization map by default بالافتراضي كده بالطبيعي كل اسماء البلاد السيتي نيمز والاوبشنز نيمز كمان الاختيارات اللي موجودة في الشاشة بتاعتنا بتظهر في الماب بالانجليزي، خلاص كده in English. لو مطلوب منك في required ان احنا عايزين مثلا ان احنا ممكن نديسبلاي مجموعه من الانفورميشن باذر لانجوج بلغه ثانيه، العمليه بتاعت احنا نحول الحاجه اللي موجوده دي الى لغه اخرى بنسميها localization. يعني لو رجعنا كده الماب اهي بالانجلش كلها انجلش، في بعض الحاجات مكتوبه عليها انجليزي وعربي لكن بالاساس اصلا الايه اللغه الانجليزيه، والعربي ده توضيح، حتى انا ماب ساتلايت مش عارف ايه كله انجلش. طب لو احنا عايزين نحول دي كلها بالعربي، يعني نحول الحاجات دي كلها بالعربي نعمل ايه؟ او لغه ثانيه او لغه ثالثه. الفكره كلها ببساطه ان احنا بعد واحنا في الحته الاولانيه لما كنا بنستدعي الملف بالجافا سكريبت اللي هو مابز اتش تي تي بي اس مابز دوت جوجل اي بي اي دوت كوم مابز على اي بي اي سلاش جي اس، ممكن نعمل عملية استفهام كده اكننا بنكويري على حاجه او بنستعلم على حاجه اسمها لانجويج اللغه، واقول بتساوي واحط مثلا زد اتش داش اتش اي ان اس. لو عملت كده ورجعت هنا وعملنا ريفريش هيحول الماب باللغه المفترض الصينيه زي ما احنا شايفين كده اهو، بقى كله حاجات من الحاجات اللي ما بتتفهمش دي، خلاص لغة ايه بقى بالصيني، الماب طلعت بكل حتى تفاصيلها طلعت بالايه بالصيني، واللي عرف يكتبه بالصيني عرف واللي ما عرفش ربنا يوفقه. خلاص ماشي. يعني لو قلنا عايزين نطلع بلغة اخرى مثلا وليكن مثلا احنا ممكن طبعا نكتب مختصر مثلا كده زد اتش، يعني برضو الاختصار مهم اغلبيتنا نستخدم الاختصار زد اتش كده، خلاص كده احنا نقصد ان احنا عايزين نطلعها بالايه بالصيني، خلاص زي ما احنا شايفين كده طلعت بالصيني اهي باين من قبل ما الماب تحصل لها لودنج. لو احنا مثلا عايزين بالياباني اللي اخره بقى طبعا جي اي، وهتلاقي بقى طبعا كل الاختصارات دي موجوده على الانترنت وموفره، يعني ما فيهاش فيها مشكله. جي ار كده بالياباني، والله انا ما عارف الياباني من الصين، ما علينا خلاص خلينا في العربي بتاعنا دوت اي ار وسيف كده ونعمل ريفريش. ايوه هو كده، خلاص كده طلعنا كل حاجه اهي بالعربي، حتى قمر صناعي، خريطه، تضاريس من غير تضاريس، مش عارف ايه الحاجات بتاعتنا الجميله دي، وكله طلعنا كده بالايه بالعربي. كده خدنا نظرة سريعة ازاي نعرب الايه الماب.